الإنسان على الأرض أول ما ابتدى خن قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان إنسان علمورد تا إنسان جبنا وجرتا يبقى هو الإنسان إنسان قلب تمنى وانجرى عين بكت حزن وفرح يمشي يا عم يدمر أخوته يا بنت من جرى عين بكت حزن وفرح يمشي عمر بميته يدمر أخوته إنسان ظالم أو ضعيف إنسان ظالم أو ضعيف يبقى هو الإنسان ويكرهها ويقبلها سامح إنسان عاتب وجراحا وجراحا وعذرا يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان يوقف بصفك وينصر ويكون لك ولا يكون إنسان
أعترف لك أن السبب في النقص اللي عشتيه طول عمرك، لكني ما الوحيد. أعترف أني حاربتك أعز أيامك وأني أسأت لك كثير، بس في أشياء أنت ما كنت تشوفيها. زايد كان رافض زواجك من مبارك، بس كان يدعي العكس قدامك. أعترف بالعقدة اللي ظليت طول عمري ولا زلت نادم عليها لما ما كنت أسمع لأي إنسان إنه يتزوجك. أنا أختك، أختك. عارف ايش تعني الاخت؟ ايوه يا وعد، ايوه، اختي وامي وحنان الدنيا كله شفتها عندك. شفته وانكرته وما ثمر فيك. هي هذه غلطه حياتي كلها، غلطه حياتي انا من يوم عمرك يومين وانت بين هالايدين داريتها رمتك. اللهم لتك، يا ريتك سويتيها ورحمت الكل من شروري، ورحمتيني من شرور نفسي في هذه الدنيا اللي عشتها. بس انا كنت مهووس في شبابي، قراءتي وإعجابي للفكر الغربي هم السبب. كنت أنتقل من كتاب لكتاب بدون ما أدري وبدون أي ضابط، اختلطت كل مبادئها في عقلي، وللأسف أختار أسوأها. نصبت وهتكت عرض وكذبت وسرقت، كل شيء سويته بسببها. لكن أنا الحين غير، والله غير. ونسيت تقول إنك قتلت. لا، هذه لا. وهذا اللي بغيت أوضح لك إياه يا وعد. تنكر انك اكثر من مرة تلم شلتك الفاسدة وتضربون مبارك؟ حصل، صار، بس في كل مرة كان يدهيني زايد. تنكر انك عزمته في يوم من الايام وخلط له في العصير السم اللي تشربوه وخليتوه يشرب لما اغمى عليه؟ بعد صار، وهذا بعد كان من شهور زايد. تنكر انك تحديته في سباق السيارات وهناك خليته بسيارته على الجبل؟ لا، الا هذا السباق ايوه، لكن السيارة هو اللي ما قدر يتحكم فيها. وليش السباق من الاساس؟ ليش؟ ليش؟ ليش حرمتني منك؟ ليش؟ لازم اخذ حقي منك، حرام عليك. وعد، بعد، خلوني اقتله، خلوني اقتله، لازم يموت. خلونا قلونا ايش سويت انت؟ لازم يموت. انت خليته شايف راسه. يعني ايش يا زايد؟ اظن انه مات. عمي ماجد، عمي مبارك، هو حرمني منك والحين بحرمه من الدنيا كلها.
انت ايش سويتي؟ ايش سويتي؟ هو كان يشوفش انت في الدنيا. حرام عليش، حرام عليش. مارك مارك نقول الكلام لا. حد منكم يساعدني شله؟ ارجوكم لا حد يشله، لا حد يشله. خلوه خلوه يموت، خلوه يموت، خلوه يموت. انسان احبه واكرهه، انسان اعرفه اقبله، انسان اغضب سامح، انسان عاتب وجرحا، انسان عاتب وجرحا، انسان لومة وعذره يبقى هو الانسان، يبقى هو الانسان. غير مات؟ عمي ماجد مات؟ الحمد لله لا. سعفوه في آخر لحظة. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقولة عمتي وعد بهذه القوة والشراسة؟ حسرة عمر وقهر سنين طلعته في دقائق وكأنها تنتقم منه. المهم هو الحين كيف؟ في غيبوبة بالعناية المركزة. يا الله يا الله يا رب السماوات الطف بي يا رب ساعد. أنا لازم أشوفه، نحن لازم نروح. شدد روحتنا ما لها داعي، ده مثل ما قال قيصر بنا هو في غيبوبة، هذا لو دخلونا بعدهم بيدخلونا. أنا متأكد إنه بيحس فيني مثل ما أنا حسيت بيه. رضية عندها حق، وأنا وعدك يا أخوي أول ما يطلع عمي بالسلامة من العناية المركزة أنا بخبرك بروحي. وأنا بعد هذا رأيي. المهم الحين عمتي وعد والحالة اللي هي فيها أكيد بعدها ما هدت من الحالة اللي كانت عليها. وبعدكم تلوموني؟ أنا ما حسيت بنفسي وأنا كلمة إلا وأنا ضربة على راسه. كنت أضربه وأنا بين كرهي لماجد اللي حرمني من حياتي وبين ماجد اللي ربيته. وبعدكم تلوموني؟ الله ستر ونجل. ولو إنه بين الحياة والموت هذاك أخونا يا ناس، أخونا. المشكلة الحين تحقيق الشرطة. يا ليتك يا وعد لو أجلت سالفة الضرب لحد ما يتنازل عن الدعوة. حرام عليك يا زايد، حرام عليك، هذاك أخوك
وعد. هذاك اخوك هو على ذيك الحالة وانت هذا كلامك؟ لانك غشيم ما تعرف عواقب هذه الحادثة. انا مستعد اقول اني ضربته. ايوه ضربته. لو تمالكت نفسك يا وعد يرضيك يروح فيها ويموت؟ لا لا ما لازم يموت. لو مات العواقب بتكون وخيمة. وانت ما عندك غير العواقب؟ اللي صار صار. اي نعم انت بردت النار اللي بداخلك لما ضربتيه، لكنك ما تعرفي كيف السالفة بتكون الحين. اول شيء محاولة قتل، وين؟ في الشركة مع وجود شهود، وممكن يربطوا هذه الحادثة بالدعوة اللي مقدمينها ضدنا. تقصد مطالبته بحقه من الورث؟ ايوه، بيقولوا انهم حاولوا يتخلصوا منه او انهم عذبوه علشان يسحب الدعوة. بس هذا الشيء ما صار، وانت عارف انا ليش ضربته. انا عارف، وما يهمني انه يكون بخير. اللي يهمني انه كيف بيتصرف بعد ما يشفى. اكيد بيستغل هذه الحادثة وحكمه لصالحه منصور، ويطالب بالتعويض. طبعا بيزيد، خصوصا اذا صارت عنده عاهة مستديمة. يا زايد ودر عنك هذا الحسبة الحين، وخلونا نروح نطمن عليه. انا بعدني ما خلصت، لازم تعرفوا كل شيء. ايش بعد كل اللي قلته يا زايد؟ انا ما ندمان على اللي سويته، ومستعدة للعقاب. بيعاقبوك انت، بس الخسارة بتطيح فوق راسي انا وراشد. انا ما يهمنا اي شيء، وعد وماجد عندي بكنوز الدنيا. كلامك هذا كلام عاطفة. ماجد الحين صار غالي عليك ولا نسيت؟ غالي من زمان، غالي من لما كان بيننا. نقمت عليه لما كان يسوي مشاكل، حتى لي أنا كرهته، لكن بعدين وفضل من الله سبحانه وتعالى أعطانا الحياة، الحياة اللي كانت تروح عني. وانت جالس تشوف يا زايد. تقصد انه هو اللي تبرع لك بالكلية؟ ايوه، كان يجيني كل يوم المساء كأنه حلم. في البداية ظنيت انه هو حلم. كان يكلمنا عن انتظار الحياة ويحببني فيها، ويأكد لي ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نعم نعم، وانا جاهز. بعدني اذكرك انهم ما يعرفوا، واحنا بننجز العملية الليلة ان شاء الله. ان شاء الله. انا يهمني انه ما يعرف اني انا اللي تبرعت له بالكلية، لا هو ولا اي حد من العيلة. انا كنت اسمعه ما بين الصحة والنوم، لكنه ميزته. ليش ما تكلمت يا راشد؟ ليش ما قلت لي؟ هذا الشيء ما كان بيغير رأيك فيه. انت نفسك ما هليتي الا لما. الحين انتم مالكم؟ خلاص يعني؟ علشان تبرع لك بكلية نسيت كل اللي سواه؟ ولا نسيت اللي انت سويته؟ الأعمال بخواتمها يا زايد. أبسط شيء تقوله إن ماجد اللي كنا نعرفه غير عن ماجد الحين. أيوة قيصر، الشرطة وعد. قلب تمنى
لازم ترتاحي يا أختي. بكرة إن شاء الله بيكون أحسن. لازم أشوفك وهو صاحي وأنت بخير. أعرف اللي فات من عمري، بس الباقي هو الأجمل واللي بعيشه معك يا رقية. كأنك استعجلت يا أبو الفضل. عمك ماجد بين الحياة والموت وانت تقول ليه استعجلت؟ أقصد لو كنت أجلت الموضوع لحد ما يخرج من الغيبوبة يمكن يكون لرأي ثاني. دكتور نواف، انت مين بيهمك أكثر، هم ولا هو؟ الله أعلم إنه له معزة خاصة في قلبي ما إلها مثيل، لكن الأكيد إنه العمة وحدي لها أسبابها. يطمن، هي ممكن تخرج بكفالة وتكون المسألة كلها متوقفة على حالة عمك ماجد الصحية. كده تصبح على خير. وانت انا بتنام؟ بحاول. طمن، العم يكون بخير إن شاء الله. ليش ساكت؟ تعودنا نفضفض البعض، ولا تظن أنك تحبه أكثر مني؟ كتب اللي كتبه لي ولك، وكأنه حاس إنه بيصاب بضرر. إن شاء الله بيكون بخير. كان يفكر ينفصل عنا، لكنه ما اختار الطريقة اللي ممكن تبعده عنا للأبد. قلت لك إنه بيكون بخير. إذا في كل الحالات لازم نكون معاه. ومن قال إنه ضده؟ تقول لأبو الفضل لو أجلت الموضوع يمكن يكون له رأي ثاني. لأني أعرف هو كيف يفكر في أخوانه وكيف يحبهم حتى أكثر من نفسه. أنا وأنت أقرب له من أي حد ثاني، ونحب حب ما حد يزابلنا فيه. وإذا فكرنا في يوم ننفصل عنه هذا بحكم طبيعة الحياة، وأنت عارف ومتأكد إن لا بنقدر إحنا ولا. أنا آسف. ولا يهمك، وتأكد العم بيضل في عيوننا. يعني إيش يا زايد؟ ما بنروح نزوره؟ زايد أنا أكلمك. أسمعك، أسمعك أنا عيلة، بس بالي مشغول مع واحد. تحمد ربها إن قبلوا كفالتها عقب حد يضرب حد بالطفاية. هذه الحادثة لو كتبوها بالجريدة إيش يكون العنوان؟ الأخت التي تضرب أخوها بالطفاية. هذا وقت هذا الكلام؟ مالك يا حرمة؟ مالك صارت لي مثل الهبلة؟ الله يسامحك يا زايد، أنا عاد صرت هبلة. هذا اللي أخذه منك. أشوفك الناس فوادي وأنتي فوادي. تراك ما رديت علي لما سألتك إذا كنت بتزوره ولا لا. يا ترى خلاص هدت نفسك يا وعد؟ كراهيتك لماجد انتهت؟ أنا ما أتمنى هذا يصير. سلامت. تهلا. أنا جيت مع أخوي هلال.
عساكي بخير يا وعد. بخير يا بني التصوير. زوجتي مريم ما قد عندها مثل اخوها العود. وجهك ما غريب علي. انا اخت زوينه الانسان اللي كان يرعاها ماجد لاخر يوم في حياته. نعم، وماجد هو اللي طلب مني اتعامل معاك بمالك حتى يبقى مطمئن عليك. سلامتك يا عمي، ما تشوف شر. أعرف إنك في عالم ثاني، رحالة مثل عادتك، لكني متأكد إنك تسمعني. ليش مصر إنه يسمعك؟ وكيف عرفت إن هو الحين مثل الرحال؟ الحين صور حياته يشوفها، وأحياناً يشوف صور حياته القادمة. بخياله هو في الغيبوبة مثل الطائر اللي يحلق إلى ما لا نهاية، يشوف للعالم بخاباته وبحوره ومباني من فوق. يشوف بعد طفل ينزل ويقترب منه ويلمس يديه، والطفل يضحك. شوفي على عمي ماجد يا ربي. يا الله، وكأنه يسمعك وانت تتكلم. ايوه يسمعني. انا بجلس اسليه وبنتظره لحد ما يرجع من رحلته، وهو بإذن الله بيرجع. انسى لحبه واكرهه، انسى لعرفه اقبله، انسى لغضب سامحه، انسى لعتب وجرحه، انسى لعتب وجرحه، انسى لهومه وعذره، يبقى هو الانسان، يبقى هو الانسان. نصحته انه ما يقابلك في هذا الوقت بس ما رضى. حتى انت تعرفه؟ ومين ما يعرفه؟ ما انا لوحدي، كلهم الحين قلوبهم معاه ويدعوا له. لكن كيف عرفوا بهذه السرعة؟ هذا يعتمد على قيمته عندهم. طول عمره يحب أبية الناس. كان، والحين شوفي كيف محبتهم. وانت؟ هو اللي طلب مني، وهو يترقى اني احرسك. تحرسني من ايش؟ اقلها من نفسك. النفس احيانا شرها اقسى من عداوة الناس لها. انت ما حصلتين الانسان اللي ممكن يسمعك ويشور عليك. قصة الصقر والغول؟ قلت لك ما انا لوحدي، لكن في ناس تعرفيهم وناس عمرك ما انتبهتي لهم، بس كانوا حواليك، وهم عيون ماجد. ماجد صاحب الخير اللي انت ما تعرفيه. اللهم ارحم عبدك، ابن عبدك، واشفيه يا رب العالمين. اللهم ارحم عبدك، ابن عبدك، واشفيه يا رب العالمين. Thank you.
ما أدري إذا كنت تسمعني أو لا. أريدك تعرف إني ما كنت في وعي. يا ماجد. سنين وأنا أتألم بسببك. كنت إذا نمت أنا من بعد ما ألعنك وسبك، وإذا نهضت أنا نهض وأنا أتمنى ما أشوفك. كنت أقرب مني حتى من نفسي، صرت بعيد مني ومنها. الحين أرجوك لا تروح عني، أنا محتاجة حنانك مثل الناس، محتاجة أشوفك غير. حبيبي ماجد، حبيبي. اسمع أي شيء الحين، المهم إنك تكون بالسلامة. سامحيني يا وعد. سامحتنك. شداد كان هنا. الحمد والشكر لله. أنا أحمد الله لأن إيمانك فيه يزيد يوم بعد يوم. الله على التقرب من النفس. يا ريتني من زمان تقربت من نفسي. حسبتها كانت رجعت لقوامها وإيمانها. أحس براحة في صدري يا رضيع كل ما أقول يا الله. عين بكت حزن وفراح، عمي ماجد الحين فتح عيونه. يعني ما بدك تدخل تشوفه؟ دكتور نواف اكد لي انه هو بخير، وهذا الحين انت بلسانك تقول انه بخير، ما في داعي اروح عنده. اذا ليش جيت من الاساس؟ سمعت انه هو كان في غيبوبه. غريبه، ولما تسمع انه استعاد وعيه ترجع؟ يا ولدي الواجب يحتم عليه زيارته.
لأن في أي لحظة ممكن يكون بين يدينا الرحمن. والحمد لله طمنا أنه هو بخير. لا أنت ولا هو راضين تخبرونا باللي صار بينكم. واستغرب أكثر أن تربينا عندك وبأمره وأنت ما تحبه ومع هذا وافقت. برجع وبقول لك أنه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بارك الله فيك. الحمد لله انك بخير يا باهي، استحق السلامه يا اخوي. الله يسلمكم. لما كنت في الغيبوبه كنت اقول لقيصر انه عمي ماجد ما هذا مكانه. صدقني يا عمي، نحن فقدنا صوتك ونظراتك وحسك. معقوله كل هذا يا ماجد؟ واكثر من هذا يا عمي، فقدناك لما تخيلنا انه بتطول معك حاله الغيبوبه، ولما تسالنا كيف بتكون حالتك من بعدها. أنا لو كنت أعرف أن الأحاسيس الجميلة بتظهر بطيحتي كنت أجبرت وعد أنها تضربني من زمان. وعد يا ماجد مثل ما أنت تعرفها، حنونة مثل الأم، صافية مثل الماء، حرمت نفسها من أجلنا كثير، وإحنا للأسف الشديد حرمناها أكثر وأكثر. همي كانت هي وحياتها وحبها اللي ضاع بسببي. الحين ما يهمني لو فقدت حياتي ما دام هي سامحتني. ما شاء الله العيلة كلها هنا. لا لا ما علي يا أخ ماجد، احنا نسافر، نعطي فرصة للعيلة عشان تطمن عليك، نشوفك في وقت ثاني إن شاء الله. الله يشفيك. مع السلامة. زين انك جيت يا زايد، وانسى اللي صار يا اخوي. خلوني معه شوية. يلا تحرك. يلا عمي. يلا. مع السلامة يا عمي. حتى أنت. أنا أريد كلمة بيني وبينها. جابك من شرك أقدر أقرأ هذا في عيونك. صحيح لما قالوا إبليس ما يكسر مواعينا، أنت إيش؟ جني؟ قط بسبعة أرواح على ذاك الضرب اللي جاك وبعتك عايش. الحمد لله رب العالمين، الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ما لايق عليك لباس الإيمان. ولا أنت يا زايد يليق عليك لباس الشر. لو الود ودي أزردك لأنت تفلح روحك. أدري ومستغرب جيدك بهذا السؤال. لا تفكر أن وعد سامحتك وهم التموا عليك تقدر تعيش بيننا. أنا تراني بعدني موجود. أنا كنت عايش بينكم وأنا ما موجود، فما بالك الحين؟ بعدك ما عرفتني يا زايد، عرفت فيني
بالشر اللي تربيته فيني لمصالحك، بس بعدك ما شفت خيري ولا ريت اشوف. انا جاي اعرف منك سالفة زوينة وولدها. اعرف، بس هذا ما وقته، خليني اتشافى بالاول وبعدين نتكلم. ليش اللي مخبلنا من ذي السالفة يا ماجد؟ قلت لك بعدين بنتكلم. أنا قلت خلونا بروحنا. لما تكون في بيتك أمر هذا الأمر. قول لي أنا هذا الكلام يا ولد. الدكتور نواف